بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبه وطالبات دبلوم المدارس الثانويه الزراعيه نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسه حلقه النهارده هي ثالث حلقات مادة الآفات الزراعية المكررة على جميع التخصصات احنا خدنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت خدنا تعريف الآفة وخدنا أنواع الآفات وقلنا أنواع الآفات ثلاثة آفة نباتية وآفة حشرية وآفة حيوانية ودينا لكم أمثلة للثلاث أنواع وبعد كده قسمنا الآفات الحشرية لثلاث أقسام رئيسية على حسب عدد عوائلها قلنا آفة متعددة العوائل ومحدودة العوائل ووحيدة العائل وبعد كده أخذنا مظاهر الإصابة بالآفات الحشرية التي تتغذى بقرض العائل خدنا منها دودة ورق القطن ودودة اللوز الكورنفولية والحفار وآفات الحبوب والمواد المخزونة وبعد كده تناولنا بالدراسة مظاهر الإصابة بالآفات اللي بتتغذى بامتصاص عصارة النبات خدنا منها الحشرات القشرية والمن والتريبس والذبابة البيضاء وبعد كده خدنا الحشرات ذات الطابع الخاص وخدنا منها صناعات الانفاق في الاوراق وخدنا منها صناعات الانفاق في الاخشاب اللي هو النمل الابيض وبعد كده بدانا ندرس مظاهر الاصابه بالافات الحيوانيه خدنا منها الاكاروسات وخدنا منها النيماتودا وبعد كده بدانا نتناول بالدراسه الاضرار اللي بتسببها الحشرات للنباتات وللمواد والحبوب المخزونه وللانسان والحيوان وبعد كده بدانا ندرس اغراض حصر الافات واهميه حصر الافات وطرق حصر الافات وبدانا ندرس كيفيه حصر وتعداد الافات المختلفه سواء كانت افات بتصيب النبات او بتصيب المواد المخزونه وبعد كده تناولنا بالدراسه طرق المكافحه المختلفه سواء كانت مكافحه طبيعيه وعرفنا عناصرها عوامل حيويه وعوامل غير حيويه قلنا العوامل الغير حيويه او الغير حيه بتشمل العوامل الجويه والعوامل الطبوغرافيه وعوامل التربه والغذاء، والعوامل الغير حيه عناصرها المتطفلات والمفترسات ومسببات الامراض، وبعد كده بدانا ندرس طرق المكافحه التطبيقيه، وقلنا هي كل الطرق اللي بتستخدم في مكافحه الافات بواسطه الانسان، وخدنا منها في الحلقه اللي فاتت الطرق التشريعيه، وقلنا دي قوانين بتصدرها الدوله من شأنها إن هي تحد من تكاثر وتعداد الآفات وتمنع انتقالها من منطقة مصابة إلى منطقة سليمة، وعرفنا مع بعض أهم القوانين التشريعية في جمهورية مصر العربية، وقلنا لكم الأسئلة فيها دايماً بتيجي في صورة علل أو صورة أكمل أو صورة صح وغلط. النهارده إن شاء الله هنستكمل طرق المكافحة التطبيقية وهناخد مع بعض المكافحه الزراعيه يعني ايه مكافحه زراعيه وايه اهم المعاملات الزراعيه اللي لما بجريها من شانها ان هي تحد من تعداد الافات وتحد من تكاثرها وايه هي طرق المكافحه الزراعيه اللي بتناسب مكافحه الافات حسب طبيعه التربه وحسب نوع المحصول كل ده هنعرفه ان شاء الله في حلقه النهارده تعالوا بينا اعزائي الطلبه والطالبات نبدا حلقه اليوم وهنستعرض مع بعض اهم طرق المكافحه الزراعيه تعالوا بينا نبدا حلقه اليوم المكافحه الزراعيه مقصود بها ايه؟ مقصود بها هي العمليات التي يجريها المزارع بغرض تحسين انتاجيه المحصول وتفيد ايضا في مكافحه الافه سواء كانت بطريقه مباشره او غير مباشره. طيب تعالوا بقى نشوف عناصر المكافحه التشريعيه. اول عنصر من عناصر المكافحه التشريعيه اللي هو خدمه الارض اللي هي بنقول عليها عمليات الخدمه. عمليات الخدمه يعني كل العمليات اللي بيجريها المزارع بهدف زراعه ارضه اذا تم اجراءها بطريقه صحيحه وفي الميعاد المناسب بتفيد في مكافحه الافات بتشمل ايه بقى بتشمل عمليات العزيق وايضا عمليات التزحيف وعمليات الحرد بتفيد ايضا عمليات الخدمه دي في تقليب التربه والقضاء على الافات اللي موجوده تحت سطح الايه تحت سطح التربه طيب تاني عنصر من عناصر المكافحة الزراعية الانتاج المبكر للمحاصيل يعني ايه انتاج مبكر للمحاصيل يعني انا بقوم بزراعة المحصول الرئيسي اللي موجود عندي في معاده المناسب ولما بزرعه في المعاد المناسب اوريدي او بالتالي او تلقائيا هحصده في المعاد المناسب وده من شأنه انه يهرب بالمحصول من الاصابة بالافات اللي موجودة في نهاية الموسم طب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ نقوم بزراعه اصناف مبكره النضج ده من شانه ان هو يديني محصول في انتاج مبكر للمحصول. طيب بعد كده تالت عنصر الدورة الزراعية وانا قلت الدورة الزراعية يعني ايه؟ الدورة الزراعية باختصار شديد جدا نظام تعاقب زراعة محصول معين في ارض معينة خلال فترة زمنية معينة يعني ما بكررش زراعة المحصول في نفس المساحه في نفس المده لازم اعمل عمليه تبديل لكي اهرب من الاصابه بالافات وحيده العائل، وايضا بتفيد الدوره الزراعيه في مكافحه الافات وحيده العائل واللي موجوده تحت سطح التربه. ترتيب المحاصيل رابع عنصر من عناصر المكافحه الزراعيه، يعني ايه ترتيب المحاصيل؟ يعني انا بتجنب زراعه محاصيل تصاب بنفس الآفة بجوار بعضها البعض يعني ببعد أي محصولين بيصابوا بنفس الآفة من نفس الأرض أو من نفس المساحة المتجاورة بعد كده خامس عنصر استعمال مصائد من النباتات لحماية نباتات أخرى ودي طبعا بيجي لكم فيها السؤال في الامتحان في صورة علل أو في صورة صح وغلط يقول لك علل لما يأتي زراعة خطوط من الذره حول حقول القصب هتقول له باختصار شديد جدا لانه نباتات الذره تعمل كمصائد نباتيه للثاقبات اللي موجوده حول حقول القصب تعالوا نشوف الاجابه مع بعض وذلك للقضاء على الثاقبات طيب نمره سته في عناصر المكافحه الزراعيه زراعه نباتات منيعه ضد الاصابه بالافات ايه هو الحاجه اللي بتخلي النبات يكون نبات منيع اعزائي الطلبه والطلبات النبات ممكن يكون منيع اذا تحمل الاصابه بالافات اذا كانت الافات لا تفضل ان تتغذى عليه اذا كان النبات يمتلك مركبات حيويه او كيمو حيويه بنقول عليها افراز مركبات سامه او احنا بنسميها الانتي يعني النبات عندما تدخل الافه لتتغذى على العصاره النباتيه، العصاره النباتيه دي بتكون محتويه على مركبات سامه، هذه المركبات تقوم بالقضاء على الافه التي تتغذى على المحصول. تعالوا نشوف بقى اسباب المناعه اللي عندنا زي ما قلت لكم التحمل التفضيل نباتات تفرز مواد سامه ضد الافات اللي احنا بنقول عليها الانتي طيب تعالوا نشوف سابع عنصر من عناصر المكافحه الزراعيه اللي هي معامله التربه معاملات خاصه يعني ايه بقى معامله التربه معاملات خاصه يعني انا بقى بدل ما احرث حرت سطحي لا اعمل عمليه حرث عميق باستخدام محاريت محارات عميق واجري عمليه العزيق لتقليل الإصابة بحشرة التريبس وتعريض أيضا اليرقات والعزارة لأعدائها الحيوية طيب بيجي لنا سؤال علل في الامتحان يقول لك إيه يقول لك علل لما يأتي يفضل زراعة درنات البطاطس على عمق 12 إلى 15 سنتي وإجراء عملية العزيق باستمرار هتقول له الإجابة وذلك لتغطية الدرنات المكشوفة بالتراب وتقليل الإصابة بفراش درنات البطاطس أنا حابب بس أنا لكم عن الموضوع ده لأن إحنا إن شاء الله بعد كده في آفات نباتات الخضر التابعة للعائلة الباذنجانية هناخد فراشة درنات البطاطس دي والفراشة دي بتفضل الفراشة أن تضع بيضها على العيون اللي بتبقى موجودة في الدرنات الدرنات دي بت... إذا تم زراعتها زراعة سطحية يعني زراعة على عمق سطحي دي بتكون عرضه انه بعد اجراء عمليه الري وجفاف التربه انه تتشقق التربه وبالتالي بتنكشف هذه الدرنات فبتكون عرضه او مكان مناسب لوضع الفراشات لبيضها على الدرنات المكشوفه وبالتالي الفراشه او البيض بعد فتره بيفقس ويطلع منه يرقات هذه اليرقات بتخترق الدرنات مما يؤدي الى اصابتها بفطريات العفن وتلف الدرنه وبالتالي نقص في المحصول الرئيسي. تعالوا بقى نشوف تامن عنصر من عناصر المكافحه الزراعيه اللي هو ري الارض. والسؤال بيجي فيه في صورة علل هيقول لك تجفيف ارض مشتل الارز لمده واحد الى اتنين يوم على طول طالما ارض مشتل الارز يبقى تربط بين الارز والافه الرئيسيه اللي بتصيبه في جمهوريه مصر العربيه اللي احنا بنقول عليه الدوله الدمويه او هاموش الارز. هنقول الإجابة وذلك للقضاء على هاموش الأرز اللي إحنا بنقول عليه الدودة الدموية ويرقات آه البعوض. طبعًا دي صورة بتبين لكم في شاشتنا المتميزة آدي آه حشرة هاموش آه الأرز. طيب، تاسع حاجة من عناصر المكافحة الزراعية التخلص من مصادر العدوى وإتباع وسائل النظافة، يعني أي مكان أو أي عائل للآفات يكون مصدر للعدوى بالآفة للمحصول الرئيسي أنا بتخلص منها وبتجنب ترك مخلفات محصول أو مخلفات نباتية بعد إجراء عملية الحصاد وذلك لتقليل الإصابة بالآفات المختلفة ما تيجوا نستعرض مع بعض السؤال بيجي هنا ازاي اول سؤال بيجي لك في صورة علل اللي هي حرق عدان الذرة بعد اجراء عملية الحصاد تربط بقى عيدان الذرة عملية الحرق يبقى للقضاء على الساقبات آه عدان او احطاب القطن عمليه الحرق يبقى للقضاء على آه ديدان اللوز سواء كان ديدان اللوز القرنفليه أو ديدان اللوز الشوكية يبقى إحنا لازم كده باستمرار مع بعض من كتر ما هنكرر الأسئلة، أنت كطالب متميز هتكون معاك نوتس كده وتدون كل الأسئلة اللي إحنا بنقولها لك في الحلقات لأنه هنا في بيتنا مدرسة إحنا بنقدم لك خدمة تعليمية متميزة لإن أنت تحقق ذاتك سواء كان في مجال التدريب المهني أو الالتحاق بسوق العمل أو إن أنت تكمل دراستك في الجامعات باذن الله يبقى اول سؤال حرق عيدان الدورة على طول بقى الاجابة أنتم الطلبة الشطار هتقول ليه وذلك للقضاء على الساقبات طب السؤال الثاني حرق اوراق القصب الجافة اوراق القصب الجافة دي دي الاوراق اللي بتبقى على عيدان القصب بيتم نزعها قبل اجراء عمليه تكرير السكر في مصانع السكر الاوراق دي حتى بيسموها كده بيقولوا عليها اوراق السفير لان هي بتسافر مع المحصول من الارض الى مصنع السكر او الى المعاصر المختلفه الاوراق دي لابد من التخلص منها وذلك اللي احتواها على حشرة خطيرة جدا وحشرة وحيدة العال يعني بتفضل إصابة محصول القصب اللي هو بق القصب الدقيق تعالوا نشوف الإجابة مع بعض وذلك للقضاء على بق القصب الدقيق دي طبعا صور مختلفة أدي زبابة الفاكهة وادي البيض بتاع زبابة الفاكهة وادي السمار مصابة بزبابة الفاكهة ودي أيضا اليرقات والعذراء طيب تعالوا نكمل مع بعض إزالة الحشائش الموجودة على جسور المساقي هتقولوا الإجابة لأنه أي حشائش على فكرة أي الإجابة دي موحدة على كل الأبواب لما يقول يفضل إزالة الحشائش التخلص من الحشائش التخلص من مصادر العدوى الإجابة واحدة لأنها عائل بديل للآفات يعني إيه عائل بديل يا دكتور؟ يعني أنا لو المحصول الرئيسي مش منزرع في في الوقت الحالي الافه بتكمل دوره حياتها وبتتغذى على العائل البديل اللي هو يعتبر بمثابه الحشائش لحين زراعه المحصول الرئيسي. طيب الحشيشه دي لها تعريف او لها مصطلح علمي؟ اه طبعا خدناه في المحاصيل الطلبه الشطار اللي بيدرسوا ماده المحاصيل او هي مقرره على جميع التخصصات ايضا. انت عندك كلمه حشاش هي اي نمو خضري يظهر في التربه بخلاف المحصول الرئيسي يعني اي محصول بينمو في او اي نبات بيظهر في التربه انا ما زرعتوش بايدي فهو يعتبر بالنسبه لي حشائش لانه في محاصيل بتبقى مزروعه بنظام التحميل يعني التكثيف الزراعي يعني بزرع محصولين في نفس الوقت بس المحصولين انا اللي قمت بزراعتهم وانا في قصد للزراعه بينما الحشاش بتطلع بدون قصد يعني بدون اجراء عمليه زراعه بالتآوي. اربعه ضروره جمع ثمار الفاكهه المتساقطه تربط بقى ثمار الفاكهه يبقى ذبابه الفاكهه من الاسم اهو يبقى الاجابه لمكافحه ذبابه الفاكهه وذبابه ثمار الزيتون. طيب تعالوا نستعرض مع بعض علل ايضا ضرورة التخلص من اكوام القمامة الموجودة في الشوارع طبعا دي معروفة جدا لمقاومة الزباب المنزلي طيب اللي بعد كده التسميد التسميد طبعا انا عندي عناصر بسمد بها المحاصيل بسميها عناصر كبرى العناصر الكبرى دي حتى بنرمز لها كده برمز ان بي ان يعني نيتروجين وبي يعني فوسفور وكي يعني بوتاسيوم والعناصر الكبرى دي بيحتاجها النبات لكي يتغذى عليها بكميات كبيره وذلك للنمو وانتاج محصول وفير بينما العناصر الصغرى بيحتاجها النبات بجرعات او بكميات دقيقه او بسيطه العناصر الكبرى اللي عندنا الاسئله فيها بتيجي في صوره علل يقول لك ايه يقول لك علل لما ضروره الاعتدال في استخدام السماد الازوتي طبعا السماد الازوتي يعني السماد النتراتي او اليوري او النيتروجين عموما طيب انا بعتدل ليه في استخدامه لانه كتر استخدام او استخدامه بمعدل زائد عن الحاجه ده بيؤدي لدفع النبات لتكوين مجموع خضري كثيف وايضا هذا المجموع الخضري الكثيف بيكون اوراقه بتكون غضه، غضه يعني طريه وده بيسهل من مهاجمته للافات المختلفه لانه بيكون غض وسهل في التغذيه وبالتالي بتهاجمه الافات وبتفضل التغذيه عليه. ولكن ده ما يمنعنيش ان انا اسمد الارض بالاسمده المكرره يعني بالجرعات والكميات والمعدلات المنصوص عليها ولكن لا يجب ان نسمد بكميات اعلى من المعدل المطلوب لانه ده هيكون بيدفع النبات لتكوين مجموع خضري زي ما قلت لكم كثيف وغض ويسهل اصابته بالافات المختلفه. تعالوا نستعرض مع بعض الاجابه على شاشتنا المتميزه هيقول لك يجب الاعتدال في استخدام الاسمده الازوتيه هتقوله لانه السماد الازوتي يدفع النبات لتكوين مجموع خضري كثيف وغض ويكون سهل الاصابه بالافات لان الافات بتفضله بينما ده العكس بقى الاسمده البوتاسيه والفوسفاتيه بتزيد من مقاومه النباتات للافات لو جالك سؤال بقى علل في الجزئيه دي قال لك ايضا يجب او يفضل اضافه السماد البوتاسي والفوسفات والفوسفاتي للمحاصيل المختلفه هتقول له لان السماد البوتاسي والفوسفاتي يعمل على صلابه الجدر الخارجيه للنبات مما يجعله صنف مقاوم للإصابة بالأفات المختلفة يعني السماد البوتاسي والسماد الفوسفاتي مفعوله عكس مفعول السماد آه الأزوتي لأن السماد الأزوتي لو زاد عن الحد المطلوب ده بيجعل الأوراق بتكون في غضة وطرية مما يسهل إصابتها بالمسببات آه الأفات المختلفة وأيضا بالمسببات المرضية تعالوا نستعرض مع بعض نقطة مهمة جدا جدا اللي احنا بنقول عليها فصل العوائل المتكاملة يعني إيه عوائل متكاملة يعني محصول رئيسي وعائل بيكم بتكمل الآفة دورة حياتها عليه يعني أنا لو تخلصت من هذا العائل المكمل بكسر دورة حياة الأفة وبالتالي بحرمها من مصدر الغذاء وبالتالي آه بقضي عليها وبنتخلص من الافات الضاره طيب السؤال بيجي هنا ازاي في الجزئيه بتاعه فصل العوالم المتكامله هيقول لك يفضل او يجب التخلص من نباتات البوص والحجنه اللي موجوده بجوار مزارع الخوخ والمشمش والبرقوق طالما قال لك في الامتحان كلمه برقوق يبقى تربط بينه على طول وبين حشره خطيره جدا بتهاجم اشجار الحلويات اللي هي حشره من البرقوق الدقيقي. تعالى نستعرض الاجابه مع بعض. السؤال بيقول لك يجب ازاله نباتات البوص والحجنه الموجوده في حدائق الخوخ والمشمش والبرقوق، هتقول له لانها عائل لمن البرقوق الدقيقي. طيب جزئيه نمره 12 اتباع طريقه معينه في زراعه المحاصيل. السؤال بي برضو بيجي فيها في صورة علل يفضل زراعة القطن بطريقة الرمل والمضرب اللي احنا بنقول عليها الطريقة الدمسوية الإجابة لأنها تفيد في القضاء على حشرة خطيرة جدا اللي هي حشرة التلبس. طيب خليكم معايا بقى نعرف ايه هي الطريقة الدمسوية او طريقة الرمل والمضرب دي الطريقة الدمسوية دي مقصود بها ان انا بزرع محصول القطن بجيب مضرب اللي هو عود من الخشب بيكون مدبب وبجيب الرمل واثناء عمليه الزراعه بعمل حفره بهذا المضرب في الارض وضع كمية من الرمل ثم أقوم بوضع البذرة ثم أقوم بتغطية البذرة بالرمل وبتتم الزراعة على الريشة القبلية يعني على الجهة القبلية اللي هي جهة شروق الشمس في الصباح ده من شأنه ان هو يرفع درجة حرارة التربة ويعمل على قفل الشكوك اللي موجودة في التربة لأن الرمل المسافات فيه بتكون ضيقة ولا يتشقق مثل التربة الطينية وبالتالي التريبس لا يجد مخبأ أو مأوى أثناء النهار لأن انتوا عارفين إن حشرة التريبس زي ما خدنا في حصر وتقدير التريبس قلنا بيتم حصر وتقدير حشرة التريبس ليلا ليه؟ الاجابه لانه 80% من التعداد الحشري بينشط ليلا وبالتالي هي اثناء النهار بتختبئ في هذه الشقوق فانا بحرمها من المأوى اللي بتختبئ فيه وبالتالي بقلل الاصابه بحشره التلبس اللي في حقول القطن. طيب تعالوا بينا اعزائي الطلبه والطالبات ناخد بقى ثاني او ثالث طريقه من طرق المكافحه التطبيقيه وقلنا يعني ايه مكافحه تطبيقيه اعزائي الطلبه والطلبات هي كل العمليات والوسائل التي من شأنها القضاء على الافات او تقليل ضررها والتي يقوم بها الانسان يعني تتم بواسطه الانسان ده بسميها طرق المكافحه التطبيقيه بينما الوسائل والطرق التي تؤدي الى القضاء على الافات دون تدخل الانسان فدي بسميها المكافحه الطبيعيه يعني بتتم دون تدخل الانسان واحنا درسناها مع بعض في الحلقه اللي فاتت. احنا دلوقتي بصدد تكمله دراسه المكافحه التطبيقيه يعني لازم الانسان يحط بصمته في عمليه المكافحه لانه هو اللي بيقوم باجراء عمليه المكافحه. احنا خدنا المكافحه التشريعيه وقلنا قوانين بتصدرها الدوله من يخالف هذه القوانين يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتعرض إما للحبس أو الغرامة أو كليهما بينما المكافحة الزراعية كل العمليات التي يجريها المزارع بهدف زراعة أرضه إذا أجراها في المعاد المناسب وأجراها بالطريقة الصحيحة يفيد ذلك في القضاء على الافات او تقليل ضررها النهاردة كمان هناخد طريقة مهمة جدا جدا لأعزائنا المزارعين وايضا أعزائنا ربات البيوت في المنازل هنعرفكم ازاي تتخلصوا من الآفات اللي موجوده في المنزل او في الحقل بصوره صحيحه وبصوره امنه ونستغنى عن شركات مكافحه الافات اللي بتكلفنا مبالغ طائله نتابع مع بعض ازاي نكافح الافات بطريقه مهمه جدا اسمها المكافحه الميكانيكيه يعني انا استخدم اله او استخدم وسيله في القضاء على الافات المختلفه سواء كانت افات حشريه أو آفات حيوانية أو آفات نباتية. تعالوا بقى نشوف إيه المقصود بالمكافحة الميكانيكية. المكافحة الميكانيكية في سؤال بيجي لك صح وغلط من تعريفها. يقول لك إيه؟ تجرى المكافحة الميكانيكية قبل حدوث الإصابة الفعلية بالآفات. لا طبعًا الإجابة خاطئة. هي بتتم ويتم إجراها بعد حدوث الإصابة وليس قبل حدوث الإصابة الفعلية. بالافات، طب ما تيجوا بينا اعزائي الطلبه والطالبات نستعرض عناصر المكافحه الميكانيكيه. اول عنصر من العناصر الاباده اليدويه للحشرات، يعني ايه الاباده اليدويه للحشرات؟ يعني بتخلص من الافات الحشريه بواسطه ابادتها او قتلها باليد. بتستعمل هذه الوسيله او هذه الطريقه في حاله الافات كبيره الحجم بطيئه الحركه والمثال اللي عندي جمع لطع دوده ورق القطن باليد من الحقول ودي كانت طريقه شائعه الاستخدام في العهود او في السنوات الاخيره كانوا بيتم اباده دوده ورق القطن بواسطه افراد بيتشكل فريق وتعمل حاجة بنقول عليها النقاوة اليدوية بعد كده من الطرق ايضا جمع الحشرات بشباك او مصائد خاصة واعدامة طبعا الشباك عندنا زي شبكة التل زي المصائد المختلفة سواء كان مصائد ضوئية او مصائد فرمونية او مصائد زجاجية او مصادر غذائية او مصادر الجاذبات الجنسية او مصيادة البلقيني كل الوسائل او المصائد الفرمونية كل الوسائل او المصائد دي والشباك من شأنها ان انا اجمع الافات وتخلص منها ثم اعمل لها عملية اعدام وايضا في المنازل بيبقى عندنا افه خطيره جدا اللي هي الفئران اللي احنا بنقول عليها القوارض انا ممكن استخدم طعوم في داخل المصيده و بيبدأ ينجذب الى الطعم وبالتالي بيدخل جوه المصيده وبعد كده بتخلص منه باي وسيله من الوسائل المختلفه. طيب استعمال المصائد لجذب الحشرات. طبعا المصائد الجاذبه بتنقسم لنوعين ممكن تكون جاذبه جنسيه وممكن تكون مصائد جاذبه غذائيه يعني انا بجذب الافه الى الغذاء او بجذب الافه الى رائحه معينه. طيب ايه هي فكره بقى عمل مصادر جاذبات الجنسيه لانه انتم ممكن تتعرضوا لها في الامتحان يقول لك تكلم عن المصائد الجاذبة الجنسية وما هي فكرة عملها فكرة العمل باختصار شديد جدا أنه الآفات الحشرية خصوصا أثناء موسم التزاوج بتصدر رائحة مميزة بنقول عليها الفرمون الحشري احنا استخلصنا هذه الرائحة وتم وضعها في قطع من المطاط وبيتم وضعها داخل مصيدة مكونة من صندوق إما من البلاستيك أو من الخشب وبيكون له فتحة خاصة على بتدخل منها الحشرة ثم تنجذب إلى رائحة، وبيتم دهان أو طلاء اللوح الورقي اللي موجود عليه الفرمون بالغراء أو بالسمغ وفي قاع المصيدة بيتم وضع إناء به ماء عندما يدخل الذكور منجذبين الي رائحه الانثي بتلتصق اما بالسمغ او بالغراء او تسقط في الاناء المملوء بالماء في قاع المصيده وبالتالي انا بضمن انه الحشرات اللي موجوده خارج المصيده بتكون معظمها اناث فبتضع بيض غير مخصب وبالتالي بكسر دوره الحياه لان البيض ده لا يتم فقسه وبالتالي بقلل تعداد الآفه اللي موجود في الطبيعه باستخدام وسيله آمنه ووسيله تستخدم في المكافحه او في الزراعه العضويه تستخدم كوسيله من وسائل المكافحه الحيويه. دي الوسيله دي بتفيد ايضا في تقليل تلوث البيئه وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيماويه الملوثه. طيب بعد كده الحواجز. الحواجز والموانع عندي اكتر من سؤال بيجي في الجزئيه دي في الامتحان يقول لك ايه يقول لك كلمه حاجز يعني حاجز بيفصل بين مكان مصاب ومكان سليم دي المقصود باختصار شديد جدا بكلمه الحواجز فاكرين اعزائي الطلبه والطلبات لما كنا بناخد المكافحه الطبيعيه وقلنا العوامل الطبوغرافيه او العوامل الجغرافيه وقلنا دي بتشمل الهضاب والجبال والمسطحات المائيه والبحار والمحيطات هي بمثابه انا بعمل حاجز بس انا بعمله بايدي ولذلك قلنا عليها مكافحه ميكانيكيه تطبيقيه انما هناك كانت طبعا محدش هيعمل جبل محدش هيعمل محيط دي بتبقى خلق الهي من شأنه انه هو يفصل بين المكان المصاب والمكان السليم طيب السؤال بيجي بقى ازاي؟ انا احنا هنا في برنامجنا برنامج في بيتنا مدرسه بنقدم لك خدمه تعليميه متميزه، بنعرفك السؤال بيجي ازاي؟ والاجابه النموذجيه على هذا السؤال بتبقى بأنهي طريقه؟ يقول لك في الامتحان وضع الجير الحي بين حقول القطن المصابه وبعضها. يعني ايه الجير الحي يعني جير لم يتم وضع الماء عليه الجير الحي عندما يتم وضع الماء عليه بياخد لقب تاني كده ومصطلح تاني بيبقى اسمه الجير المطفي يبقى الجير الحي غير الجير المطفي الجير المطفي تم وضع ماء عليه طب الجير لما الحي لما بيتحط ميه عليه ايه اللي بيحصل بيطلع كميه هائله من الحراره الحرارة دي من شأنها انه اي آفة تتعرض لها ان هي تموت نتيجة تعرضها لدرجة حرارة عالية جدا طب انا بعمل الطريقة دي ازاي انا باجي بين الحقل المصاب والحقل السليم واعمل خندقين متوازيين بطول الحقل الح... الخندق آه المجاور للارض المصابه بيتم ملئه بالماء والخندق المجاور للارض السليمه اللي انا عايز احميها من الاصابه بيتم وضع الجير الحي فيه عندما تزحف آه اليرقات آه دوده ورق القطن خصوصا بيبلل جسمها بالجير وعندما يلامسها الماء بيبلل جسمها بالماء وعندما تلامس الجير في الحقل الثاني او في الخندق الثاني بيقضى عليها نتيجه ارتفاع درجه حراره جسمها. طب تعالوا نشوف الاجابه بقى مع بعض. اول سؤال وضع الجير الحي بين حقول القطن المصابه وبعضها وذلك لمنع انتقال يرقات دودة ورق القطن والقضاء عليها ولازم تقول يرقات ولا ما تقولش فراشة الحواجز ايضا السؤال الثاني اللي هو ينصح بوضع سلك معدني على النوافذ والابواب في المنازل ومصانع الالبان والاغذيه الاجابه طبعا سهله جدا جدا وكلنا بنعملها بتلقائيه وذلك لمنع دخول الحشرات المنزليه طيب الحواجز والموانع في خلايا نحل العسل هيقول لك يوضع ارجل خلايا نحل العسل الخشبيه في اواني مملوءه بالماء او الزيت البترولي الاجابه لمنع وصول النمل داخل الخلايا. بعد كده من عناصر المكافحه الميكانيكيه ايضا حاجه مهمه جدا بنقول عليها القضاء على العائل. القضاء على العائل يعني ايه اعزائي الطلبه والطالبات انتم عارفين انه العائل هو المحصول او الانسان او الحيوان ده مصدر غذاء الافه طيب القضاء على العائل بالنسبه للمحاصيل او الحبوب والمواد المخزونه المقصود بها ايه مقصود بها ان انا اتخلص من النبات المصاب سواء بالحرق او بالدفن لانه لا يامل او غير مرجو من مكافحه الافه اللي موجوده عليه لانه تعرض لاصابه شديده جدا وبالتالي انا بازيله بما عليه من افات زي ما احنا بنقول كده في مصطلح يقول لك اخر الدواء الكي ما عادش في مكان او عاد ما عادش في مجال ان انا اجري عمليه مكافحه لان هي هتكون احنا كده تكاليف المكافحه تكاليف المكافحه هتفوق تكاليف الضرر الاقتصادي اللي بتسببه الافه وبالتالي المكافحه بتكون غير مجديه وغير ذات جدوى وبالتالي انا بيحدث عندي خساره اقتصاديه لو اجريت عمليه المكافحه. نمره سته استعمال الحراره المرتفعه اللي احنا بنقول عليها التسخين طبعا الحراره المرتفعه لها امثله كثيره جدا اللي هي زي حرق حريات الجراد باستعمال قاذفات اللهب او تحميص الحبوب في الافران للتخلص من ما بها من اطوار حشريه او ممكن ان انا اعمل عمليه تسخين باستخدام المكواه الكهربية للتخلص من الافات الغير مرئيه اللي بتبقى موجوده في الملابس كل كل الوسائل دي من شانها ان هي تقتل الافات وتقلل ضررها وبالتالي بتخلص منها برفع درجة الحرارة وخدنا برضو في بالنسبة لديدان اللوز وخصوصا دودة اللوز القرنفلية فاكرين لما خدنا قانون المكافحة التشريعية الثالث اللي كان بينص على معاملة بذرة القطن بعد الحلج على درجة حرارة 55 ل 58 درجة مئوية وخدنا عليها سؤال علل قلنا ليه؟ قلنا للقضاء على يرقات ديدان اللوز القرنفليه، ممكن السؤال يجي لك علل، ممكن السؤال يجي لك بصيغه أكمل ويشيل لك درجة الحرارة ويشيل لك المدة ويشيل لك أيضاً الآفة المراد مكافحتها. طيب، نمرة سبعة استعمال الحرارة المنخفضة اللي إحنا بنقول عليه التبريد. طيب، التبريد من شأنه إنه إيه؟ إنه يقضي على الآفات اللي موجودة في السجاد. والملابس الصوفية وأيضا الفراء والبطاطس بيتم ذلك بوضع هذه المواد في تلاجات على درجة حرارة من صفر إلى سبعة درجة مئوية ده من شأنه أنه يفيد في مقاومة الآفات المختلفة اللي بتصيب هذه المواد تعالوا بقى ناخد سؤال بيجي في الامتحان وبتكرر كتير جدا 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 يقول لك ايه بين اثر العمليات الاتيه في مكافحه الافات مع التمثيل يعني مع ذكر امثله اول عمليه عندنا اللي هو الحرق والتسخين وانا لسه مديكوا فكره عنها آآ آآ لازم تذكر بقى امثله لما يقول لك مثلا آآ جزئين آآ في الامتحان يقول لك بين اثر العمليات الاتيه في مكافحه الافات يقول لك مثلا الحرق والتسخين او ازاله الحشاش او الدوره الزراعيه او التخلص من مخلفات الحقل والحديقه اي او الري او التسميد توقع اي جزء يجيلك بهذه الصيغه يبقى لازم وانت بتجاوب لازم تقول اه الدكتور قال لي هل فين في المكافحه التشريعيه ولا في المكافحه الزراعيه ولا في المكافحه الميكانيكيه يبقى انت بتحدد اول حاجه الجزئيه دي موجوده فين بعد كده بتبدا تسرد او بتبدا تذكر امثله لكل عمليه من العمليات علشان تبين ان انت تم تدريبك بالطريقة الصحيحة على إجراء هذه العمليات المختلفة في مكافحة الآفات الضارة طيب الحرق والتسخين احنا لسه قايلينها مع بعض الطلبة بقى المتفوقين المركزين معايا اللي بيدونوا في الكراسة باستمرار الأسئلة اللي احنا بنجاوب عليها هم اللي هيجاوبوا على السؤال ده لأنه ده احنا جاوبنا عليه من شوية اللي هو الحرق والتسخين جاوبوا بقى معايا اه سامعكم بتجاوبوا كويس بيستخدم الحرق المباشر في مكافحه أسراب الجراد زي ما قلنا من شويه بقاذفات اللهب وكذلك حشرات المخازن بإجراء عمليه بنقول عليها عمليه التحميص آه وأيضا ثالث حاجه تسخين بذور القطن في المحالج لمكافحه دوده اللوز القرنفليه، طب انا سامع حد بيقول ما قلناش الدرجه هنا ليه؟ ما تقولها عادي، لو قلتها هتاخد درجه احسن ودرجه كويسه، هتقول تسخين بذور القطن على درجه حراره 55 ل 58 درجه مئويه لمده 5 الى 8 دقائق وذلك لمكافحه ديدان اللوز القرنفليه، طب دي اول عمليه، ثاني عمليه الخف والتقليم، ركزوا بقى معايا الكلام اللي احنا هنقوله ده مختصر جدا لعمليه الخف وعمليه التقليم. عمليه الخف مقصود بها ازاله النباتات وركزوا في كلمه النباتات ازاله النباتات الزائده في الجوره وكلمه الجوره هو مهد الزراعه او المكان اللي انا بجري فيه عمليه الزراعه. انا بكون مثلا علشان اضمن انبات معظم البذور فانا بزرع حوالي بذرتين او ثلاثه او اربعه على حسب وبعد ما البادرات بتظهر فوق سطح التربه باسبوع او اتنين اجري عمليه الخف يعني بزيل النباتات الزائده وبترك نبات واحد او نباتين على الاكثر في الجوره وبالتالي بضمن انه المسافات بين النباتات تكون على مسافات منتظمه وايضا بضمن انه الجوره الغذاء اللي موجود فيها يكون كافي لنمو النبات المزروع بها، يبقى عمليه الخف مقصود بها بزيل النباتات الزائده اللي موجوده في الجوره، طيب عمليه التقليم لا مش نباتات لا ده انا الافرع الزائده في الاشجار، يعني الخف مقصود به النباتات او المحاصيل الحوليه عموما بينما التقليم مقصود به الاشجار والشجيرات تعالوا نستعرضها مع بعض بيجرى الخف اساسا للحد من تزاحم النباتات كما يجرى التقليم للحد او تقليل تزاحم الافرع وتهويه الاشجار وخصوصا في الحشرات القشريه ويجب ازاله النباتات المصابه اولا باول وتقليم الافرع المصابه وحرقها وذلك للقضاء على ما بها من افات والمثال اللي عندي ساقبات الذرة والحشرات القشرية زي ما قلت من شوية والبق الدقيقي سواء كان المصري أو الأسترالي وده بيصيب أشجار الفاكهة. طيب معاد الزراعة زي ما قلت هنا في المكافحة الزراعية قلنا الإنتاج المبكر للمحاصيل يعني أزرع في الميعاد المناسب وأحصد في الميعاد المناسب وبالتالي بتفادى التعرض للافات المختلفه انا لو عندي عايز اضمن انه اجني المحصول بصوره مبكره علشان كتر ما كان او كلما كان المحصول متواجد في التربه لمده اطول كلما كان ذلك يجعله عرضه للاصابه بالافات فانا بقلل من تواجد المحصول بقدر الامكان في المساحه المنزرعه، اعمل كده ازاي؟ ممكن ازرع اصناف مبكره النضج، ممكن التبكير في معاد الزراعه، ممكن التبكير في اجراء عمليه الحصاد بعد الوصول لمرحله النضج في النباتات المختلفه. تعالوا نستعرضها مع بعض. معاد الزراعه الزراعه المبكره بتفيد في نمو النباتات سريعا. وإفلاتها من الإصابة المبكرة والأمثلة اللي عندي زراعة القطن زراعة مبكرة بيفيد في تقليل الإصابة لازم نذكر أمثلة أعزائي الطلبة والطالبات بيفيد في تقليل الإصابة بالتربس وبيساعد على نضج المحصول مبكرا وده من شأنه إنه يقلل الإصابة بدودة ورق القطن وديدان اللوز وإجراء عملية الجني المحصول يعني إيه جني المحصول؟ يعني أجمع المحصول مبكرا ده بيقلل الإصابة ببق بذرة القطن وعند سرعة حصاد البقوليات زي الفول والعدس واللوبيا والحمص والبسلة كل أنواع البقوليات ده بيؤدي إلى تقليل الإصابة بخنافس البقول بعد ما عاد زراعة تنظيم الري والصرف طيب تنظيم الري والصرف ده أنا خدته فين خدته في المكافحة التشريعية وخدته في المكافحة الزراعية طب أنا أخدته إمتى يا دكتور في المكافحة التشريعية فاكرين لما خدنا أول قانون في المكافحة التشريعية وقلنا منع ري أرض البرسيم بعد عشرة مايو من كل عام وقلنا الإجابة لأنه ذلك يفيد في تقليل أو في القضاء على يرقات وعزارة دودة ورق القطن الموجودة في حقول البرسيم هي الإجابة هنا كلما كانت الأرض جافة فالشرنقه اللي فيها العذراء بتكون جافه وده بيصعب على الشرنقه ان تقوم بفتحها وبالتالي تموت الحشره داخل الشرنقه وده من شانه انه يكسر دوره الحياه، يعني انا العمليه هنا بتتم بصوره غير مباشره وبحرم ايضا الحشرات او الافات وخصوصا دوده ورق القطن. من رطوبه وبالتالي بتقل اعدادها نتيجه تعرضها للعطش، يبقى انا عندي الاجابه هنا اجابه غير مباشره، يعني انا بعمل حاجه، الحاجه دي لما بعملها من شانها ان هي تقلل الاصابه بحشره دوده ورق القطن. طيب دي بالنسبه لمنع ري البرسيم. طيب فاكرين لما خدنا في المكافحه الزراعيه من شويه في نفس الحلقه دي قلنا تجفيف ارض مشتل الارز لمدة واحد إلى اتنين يوم ده الإجابة على طول قلنا الأرز يبقى لتقليل الإصابة بحشرة هاموش الأرز وأيضا يرقات البعوض انتوا عارفين طبعا انه البعوض بيحتاج لمسطحات مائية علشان يضع كتل البيض بتاعته فوق سطح الماء وبالتالي انت لما بتجفف الأرض بتمنع وجود هذه المسطحات المائية وبالتالي بتعمل كسر لدورة حياة حشرات البعوض وأيضا هاموش الأرز طيب تعالوا نستعرض عملية تانية اللي هي النقاوة اليدوية للآفات اللي هي الجمع باليد دي بتفيد في مقاومة الحشرات زي ما قلنا من شوية كبيرة الحجم بطيئة الحركة زي ايه؟ آه زي ما انا بجمع باليد آه لطع دودة ورق القطن او الإبادة اليدوية للحشرات المنزلية زي جمع أكياس بيض الصراصير وقتل الحشرات الكاملة والحريات الموجودة بها آه، تلاتة جمع وقتل الحفارات التي تصيب أشجار التفاح والمثال اللي عندي حفار ساق التفاح طيب آه، العملية اللي بعد كده الحصاد المبكر فاكرين لما قلنا الانتاج المبكر هو هو نفس الحصاد المبكر يعتبر النتيجة عندك نتيجة واحدة آه، بس الأمثلة بتختلف شوية في هناك في الانتاج المبكر قلنا مقاومة التريبس مقاومة دودة ورق القطن هنا بقى لما بتعمل عمليه حصاد مبكر يبقى تربطها بالافات اللي بتصيب المحصول في طور النمو الزهري والسمري. طب ايه يا دكتور اللي بيصيب القطن في طور النمو الزهري والسمري حشره خطيره جدا اسمها بق بذره القطن وهناخدها ان شاء الله في الحلقات المقبله وايضا ديدان اللوز يبقى انا لو عملت عمليه حصاد مبكر لمحصول القطن بضمن ان انا اتفادى الاصابه ببق بذره القطن وايضا اتفادى الاصابه بديدان اللوز طب حاجه تانية اه ده احنا لسه قايلينها من شويه اللي هي جمع المحاصيل البقوليه مبكرا وده بيفيد في تقليل الاصابه بخنافس البقول. طب تعالوا نستعرضها مع بعض الحصاد المبكر للقطن ده بيفيد في تقليل الاصابه ببق بذره القطن وديدان اللوز وكذلك المحاصيل البقوليه بينصح بحصادها مبكرا وده بيقلل الاصابه بخنافس البقول. طيب عمليه بعد كده اللي هي الدوره الزراعيه لسه قايلينها في المكافحه الزراعيه نظام تعاقب زراعه محصول معين في أرض معينة خلال فترة زمنية معينة طب إحنا خدناها هنا بس يا دكتور لا احنا خدناها في الحلقة الأولى فاكرين لما خدنا في أول حلقة وقلنا تفيد الدورة الزراعية في مكافحة الحشرات وحيدة العائل ولا تفيد في مكافحة الحشرات متعددة العوال قلنا لأن الدورة الزراعية لما بتحرم الآفة من عائلها الأساسي ده من شأنه أنه هو يقلل تعدادها وبالتالي بتترك المساحة أو بتموت من الجوع لأنها بتتغذى على عائل واحد بنقول عليها وحيدة العائل تعالوا نشوفها مع بعض على شاشتنا المتميزة بتفيد الدورة الزراعية في مكافحة حشرة بق القصب الدقيقي الإجابة لأنه حشرة وحيدة وحيدة العائل طيب عدم زراعة محصول معين عامين متتاليين في أرض واحدة وعدم تعقير زراعة القصب يعني ايه تعقير؟ يعني كلمة تعقير دي انا هتعرض لها في المنهج مرتين اتنين فقط اللي هو منع تعقير زراعة القصب ومنع تعقير زراعة الباذنجان في حالة محصول القصب لما يقول لك يفضل عدم تعقير زراعة القصب هتقول لمقاومة حشرة بق القصب الدقيق وأيضا الساقبات طيب في حالة الباذنجان يقول لك منع تعقير زراعة البازنجان هتقول له لمقاومة حفار ساق البازنجان يبقى الاثنين دول هم اللي هيجوا لي في المنهج كلمة تعقير فقط واحدة اللي ما على القصب والتانية على الباذنجان اللي على القصب لمقاومة باقي القصب الدقيق والساقبات واللي على البازنجان لمقاومه حفار ساق البازنجان طيب التشريق التشريق يعني تجفيف الارض من المياه احنا خدناها في عمليه الري بس هنا بناخدها بصوره تانية او باسم تاني عشان ما تقولش في الامتحان انا ما خدتش دي لا احنا كل الاسئله بكل الصيغ في برنامجنا برنامج في بيتنا مدرسه بنجيب لك الاسئله المتنوعه كلمة تشريق هي عكس منع الري او بتوازي منع الري تمام؟ التشريق بيكافح او بيفيد في مكافحة هاموش الأرز وأيضا فراشة أو دودة ورق القطن، طب الطالب المتفوق هو اللي هيقول لي إيه علاقة فراشة دودة ورق القطن بعملية التشريق؟ فاكرين لما قلنا منع ري البرسيم بعد 10 مايو من كل عام؟ أدي الإجابة هنا. يكافح أيضا في مقاومة يرقات البعوض وهاموش الارز وطبعا اليرقات اللي انتم شايفينها دي اللي هي لونها احمر دي دي يرقات هاموش الارز واخده اللون الاحمر علشان كده بعض المزارعين او بعض الكتب بيطلقوا عليها الدوده الدمويه طيب اباده الحشائش لسه واخدينها في بدايه الحلقه الدكتور قال لنا الحشائش هي اي نمو خضر يظهر في التربه بخلاف المحصول الرئيسي طيب العملية دي اتكلم عنها ازاي لو جاتلي في امتحان هنقوله التخلص من الحشاش بيفيد في مكافحة الدودة القارضة والنطاطات والعنكبوت الاحمر طيب حرق مخلفات الحقل والحديقة طبعا المخلفات هي نواتج المحصول بعد جمع الثمار الموجودة به طيب المخلفات دي بتكون في صورة أحطاب أو عيدان أو ممكن تكون في صورة أفرع تقليم أو ممكن تكون في صورة ثمار. طيب أعمل إيه بقى أو الأسئلة بتيجي إزاي وأتكلم عن الموضوع ده في الامتحان إزاي؟ هتقول له بقى أمثلة الأسئلة اللي علل اللي أنا كنت قلتها لك هتجيبها بقى في صيغة سرد. زي حرق احطاب الذره قبل ابريل من كل عام هتقول له مكافحه حشره الساقبات طيب اتنين حرق مخلفات القصب بعد جمع المحصول ده بيكافح حشرة بق القصب آه الدقيق ثلاثة حرق اللوز الجاف العالق بأحطاب القطن في نهاية الموسم آه طبعا ده بيفيد في مكافحة ديدان اللوز سواء كان ديدان اللوز الشوكية أو ديدان اللوز القرنفلية أربعة حرق مخلفات القمح بعد جمع المحصول ده بيفيد في مكافحة حشره خطيره جدا بتصيب محصول القمح اسمها دبور الحنطه المنشاري. خمسه جمع ثمار الفاكهه المتساقطه وحرقها طبعا تربط على طول ثمار الفاكهه يبقى ذبابه فاكهه البحر الابيض المتوسط اللي احنا اختصارا بنقول عليها ذبابه الفاكهه او ذبابه ثمار الزيتون. آه، نمرة ستة جمع ثمار الرمان المتساقطة وحرقها ده بيفيد في مكافحة حشرة أبو دقيق الرمان. طيب هناخد بعد كده آه جزئية مهمة جدا 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 احنا خدنا المكافحة التشريعية وخدنا المكافحة الزراعية وخدنا المكافحة الميكانيكية وخدنا أمثلة على العمليات سواء كانت عمليات زراعية أو عمليات تشريعية أو عمليات ميكانيكية طبعاً احنا خدناهم مع بعض وإن شاء الله هناخد في الحلقة القادمة المكافحة الحيوية وعناصر المكافحة الحيوية والمقصود بالمكافحة الحيوية وكيفية إجراء عملية المكافحة الحيوية آه للافات والهدف من تطبيق نظام الزراعه العضويه باستخدام آه المتطفلات والمفترسات اللي هي المكافحه الحيويه لو عايزين تعرفوا كل المعلومات دي يبقى لازم تتابعونا ان شاء الله في الحلقه المقبله باذن الله ونستعرض فيها المكافحه الحيويه احنا خدنا النهارده آه عناصر المكافحه الزراعيه والعمليات الزراعيه المختلفه وعناصر المكافحه الميكانيكيه ودينا لكم أمثله وقلنا لكم الأسئله بتيجي إزاي بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وائل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبله بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته